السلام عليكم، مساء الخير. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الوغ جبت لكم القهوه تاع الصباح ولا قهوه تاع العشيه. اسهل موسكوتشو الملعقه. واش فيه؟ عندنا 3 بيض، عندنا 9 مغارف كبار تاع السكر، عندنا 9 مغارف كبار تاع الزيت، وعندنا 12 ملعقه تاع كبار كيف كيف تاع فارينه، وعندنا زيس دو سيترون، وعندنا وحدة خمارة كبيرة، وزوج مغارف كبار تاع كاكا. كل شيء مغربل. واش ندير؟ كالعادة كيما ندير الموسكوتشو، لا بروميير دي شوز ندير البيض مع السكر، نخفقهم مليح. شوفوا كي بلي هكذا بيض، نضيف الزيت ونزيد نباطي ونبدا نضيف الحليب بالعقل. شوفوا هكا ونزيد الحليب بالعقل، نزيد ندير لها زيت دو سيترون. دوكا واش ندير؟ ندير الخماره والفرين. هاك دوكا هذا الخليط نقسمه اون دو، باش واحد نخليه هكاك والاخر نزيد ندلو كاكاو باش يجينا كيك رخامي. شوفوا دوكا واش درت. هذاك الخليط تاع الشوكولا درت، هذاك الخليط البلون من تحت، ومن بعد الخليط تاع الشوكولا درتهم من الفوق. بسباتول ندير هكا شغل نخلط، صح زعما نخلط، ماشي باش نخلط كاع المزيج، لا لا نخلط وغافا هكا شغل شكل رخامي، فهمتوا؟ هاوليك هكا، هاو عندي الشكل الرخامي. شوفوا كيفاش يجي رخامي. دوكا واش ندير؟ نحكم ندلو هكا ونديرو يطيب في الفوق على 150 درجة حتى نشوفو طلع. هاوليكم موسكوتشو بعد ما طاب البنات، يجي بزاف خفيف ويجي شهي. درتلو شوية عسل عسيلة من الفوق، ودرتلو لي زامون دي فيلي، نقسمو معاكم. هاوليكم كيفاش يجي الشكل تاعو، وانتوما قد ما تموجوه اكثر قد ما يجي من الداخل رخامي. انا غلبت فيه شوكولا بزاف، نحب لي شوكولا بزاف، ما نحبوش يجي بيض. الو انتوما وكيفاش تحبوا تخلو، اسكو تقسموهم اون دو تاع الكاكاو اللي ديروا فيه الكاكاو، اسكو تقسمو اون دو، اسكو تقسمو غير شويه، انت واش تحبي انت ولو غو تاعك. جيسبر عجبتكم لا روسيت، ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي في لي كومونتير. السلام عليكم، وما تنساونيش بلي جيم بروجين روسيت.